اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع مستر امادور رئيس البال او رئيس الباسكتبول افريكان ليج بطوله افريقيا للانديه الابطال اللي منورنا في قناه النادي الاهلي. مستر امادور، يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن محاور كثيره، ولكن المحور اللي هنروح له النهارده او دلوقتي هو الام بي اكاديمي. الام بي اكاديمي اللي كانت موجوده في ساوث افريكا وبعد كده راحت الى السنغال. النهارده تجربه نجحت بشكل كبير، وصلنا النهارده ان عدد كبير من اللاعبين اللي تربوا داخل الام بي اكاديمي التحقوا بالعديد من الانديه الاوروبيه الكبيره وايضا الانديه او الجامعات الامريكيه. كيف ترون هذه التجربه، خاصه ان هناك مباريات بتقام بين الام بي يوروب، ام بي افريكا، ام بي اشا، بيبقى في مباريات وبيظهر هنا التفوق الكبير للاعيبه الام بي افريكا. تقييمكم للتجربه دي مستر أمدو؟ بالنسبة لنا إطلاق أكاديمية الـ NBA هو أن نتأكد أن المواهب الإفريقية ليس بالضرورة أن تزيد من مجهودها لتصل لنقطة أبعد، وإنما كان معرض لهذه المواهب. لا يوجد تركيز على هذه على تطوير هذه المواهب أكثر مما هو التركيز على تطوير البنية التحتية داخل إفريقيا، ولكن هو فقط لنتأكد أن تطويرنا المحلي يسير بشكل جيد. نحن أطلقنا بالفعل برنامج في السنغال، وكان هذا هو تكرار لتجربتي الشخصية التي حظيت بها والمنحة التي أخذتها في أمريكا وأن ألعب هناك، وهذا هو كان هو التطبيق لهذا النظام هنا في أفريقيا، وأن نرصد العديد من المواهب وأن نرسلهم للـ NBA، لأن هذه كانت هي الفرصة. من قبل كانت هذه الفرصة الوحيدة، وإنما الآن نريد أن نزيد من هذه الفرص وأن نظهر هذه المواهب وأن يذهبوا لأفضل الدوريات في العالم. حتى لاعبي كرة السلة من أي مكان في العالم يحلمون بهذه الفرصة، ونريد أن نثبت لهؤلاء اللاعبين أن كل شيء ممكن وأن يذهبوا إلى الدوري الأمريكي للمحترفين. بالتالي نريد أن نقول أن كل اللاعبين من كل البلاد الإفريقية يستطيع أن يأتوا وأن يثبتوا أن يظهروا موهبتهم، ونريد أن نصنع منظومة ترفيهية عالمية. وأيضا الموهبة، بالطبع الموهبة على أرض الملعب هي الأهم، ولكن نريد أن نركز على كل العناصر لتنمية هذه الموهبة. بالطبع كما نرى الآن في كل الرياضات، في كرة القدم لدينا الآن لاعبين عالميين من إفريقيا، محمد صلاح، ساديو ماني، والعديد من اللاعبين من قبل كأيتو ودروبا، والذين صنعوا تاريخ في هذه الأندية في إنجلترا أو في إسبانيا أو الدوري الفرنسي. فبالنسبة لي كرة السلة كما هذا هو الحال، نريد أن نجعل الدوريات المحلية قوية وأن نطور اللاعبين، ولكن يجب عليك أيضا أن ترصد هذه المواهب في الأول، وأن نصنع لهم بيئة مناسبة، وأن نسمح لهؤلاء اللاعبين أن يظهروا موهبتهم، وأيضا يكون لديهم البنية التحتية اللازمة داخل بلدهم. الآن قد قمنا برصد المواهب وطورنا من مستوى المدربين ومستوى، وأيضا كما رأينا سليم من السنغال ومن المالي وكونغو ومن مصر ومن تونس ومن المغرب ومن داخل القارة بأكملها، وسنذهب حول العالم. وهؤلاء الشباب قد ذهبوا بالفعل وقد أظهروا مستوى جيد، وهذا هو ما نفتقده ونريد أن نخلقه للاعبين داخل إفريقيا أن يظهروا موهبتهم. فنحن سعداء جدا بخصوص
الام بي اكاديميه الام بي اي في افريقيا لاظهار هذه المواهب للجماهير، ونريد ونريد ان نقول اننا من ضمن اشياء كثيره نريد ان نحققها كان هذا هو الهدف، وان نظهر وان نطور الدوريات داخل افريقيا، ولكن هذه المواهب قد تطورت بالفعل كما راينا في العقود الاخيره، العديد من اللاعبين قد ذهبت للان بي اي وليس فقط للان بي اي درافت، وانما نراهم في افضل الفرق في ان بي اي 2012 باسكال سياكام كما راينا لاعبين افضل لاعبين في الدوري الامريكي في عام من عام 2012 وايضا باسكال سياكام قد رايناه في عام 2019 في دوري كل النجوم الامريكي، ونريد ان نزيد هذا العدد من اللاعبين الافارقه في امريكا من خلال الام بي اكاديمي ان نطور هذه المواهب وان ننشرها حول العالم. وخليني كمان يعني اوضح للساده المشاهدين الام بي اكاديمي، طبعا زي ما تفضل ضيف العزيز مستر امادو وشرح، الام بي اكاديمي مش بس بتهتم كمان فقط بالناحيه الفنيه كباسكت بول، ولكن الناحيه الاكاديميك كمان هم بيتعلموا وبيدرسوا بحيث ان هم يقدموا لاعب متكامل، لاعب فنيا جيد. ودي طبعا صور من شغل الام بي او الباسكت بول افريكان ليج مع الشباب واللاعبين الصغار السن زي ما بيحصل مع الام بي اكاديمي، وقد ايه هم اللعيبه دي محظوظين. احنا بجيلنا ما كانش فيه هذا الكلام، كنا زي ما هو حتى مستر امادو يعني انا تشرفت ان احنا لعبنا قصاد بعض في منتخب السنغال، هو راح بنفسه التجربه دي، ولكن النهارده التجربه بتيجي لغايه عندك اكيد الشباب او اللعيبه الشباب محظوظين بشكل كبير.